أسعد الله أوقاتكم بكل خير متابعينا متابعي طقس العرب في السعودية. نرحب بكم في هذه النشرة الجوية التي سنتحدث فيها عن تفاصيل الحالة الجوية المتوقعة في عموم مناطق المملكة خلال ساعات نهار اليوم. نبدأ نشرتنا بالتوقعات الجوية للعاصمة الرياض خلال ساعات نهار اليوم، حيث يسود طقس صافي مع تفرق لبعض الغيوم، 25 درجة مئوية متوقعة، الملموسة 24، الرطوبة حوالي 50%، والرياح تكون بين الخفيفة والمعتدلات السرعة. ننتقل الآن لتفاصيل الحالة الجوية المتوقعة في باقي مناطق المملكة. نبدأها شمالا، سكاكة 22-8، عرعر 23-8، وتبوك 22-10. المنطقة الغربية نبدأها بالمدينة المنورة، حيث يسود طقس صافي مع تفرق لبعض الغيوم، 30-18، جدة 32-23، مكة المكرمة 34-23، والطائف 27-15. المنطقة الجنوبية الغربية نبدأها بالباحة 24-17، أبهات 25-10، جازان 32-27. ننتقل الآن للمنطقة الشرقية، الدمام 26-15، حفر الباطن 22-13، الإحساء 25-14. المنطقة الوسطى العاصمة الرياض يتوقع أن تسجل 25-14، بريدة 22-13، وحائل 19-8. بهذا ننهي نشرتنا، للقاء.